السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفقاس كيجي ساهل، ما فيش مقادير كثيرة. المهم عندي هنايا شوية ديال الملحة، انا كنعمل شوية ملحة زايدة وكنقص من السكر، وعندي هنايا معلقة كبيرة ديال النافع مطحون، وعندي شي حبيبات يعني ماشي كثر ديال خليتهم هكا كاين صحاح. عندي هنايا معلقة ديال هذا حبة حلاوة مطحونة يعني مطحونة، وعندي كاس ديال سنجلان يعني ما محمرش بزاف حيت هو باقي كيزيد يتحمرنا ملي كنقطعوه. عندي هنا واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلوه فئه 8 غرام. عندي هنا جوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت، وعندي هنا كاس ونص ديال السكر، ممكن تمشيو حتى لجوج كيسان ماشي مشكل. وعندي هنا كيلو ديال الدقيق، من بعد غنصفيه. وعندي هنايا بيضه الدهن هي وواحد شويه ديال يعني بودرة ديال الشوكولا. وهنا عندي ستة ديال البيضات. صافي، عادي نخلط السكر مع البيض في الطراب يعني باش ما يجيش فيديو طويل وما يجيش ديك الصداع ديال الميكسوم. غادي نخلطهم مزيان حتى يبيض البيض، عاد ديك الساعه نرجع معكم. صافي دابا غنزيدو الزيت يعني بشويه بشويه. صافي دابا نزيدو ديك النافع وحبة حلاوة. واللي كيبغي يعمل اللوز، انا ملي كنعمل اللوز كنحيد حبة حلاوة والنافع، كنخلي اللوز والزنجلان، وملي كنعمل هذا كنحيد اللوز، يعني واحد كيعمل لي حسب اللي يناسبه. المهم انا النافع ما كنعملوش مع اللوز. صافي نزيد ديك الكاس ديال الزنجلان، باش ما كيتدخلوش المذاقات مع المزهر مع هذا، يعني كنفضل انا ما يكونش فيه اللوز. ملي يكون لي يكون فيه اللوز ما يكونش فيه حبه حلاوه ونافع. صافي دابا غنضيفو ديك الدقيق وديك الخميره اللي قبل حطيناها. المهم بالنسبه للدقيق يعني نضيفو بشويه بشويه، على حسب كاينه دقيق اللي كيتشرب كاينه دقيق لا. المهم كنضيفو بشويه بشويه، انا عندي كيلو وغادي نشوف شحال يدخل لي فيه، واللي بقى غادي نوري لكم. او يمكن يدخل لي الدقيق ديال الكيلو كامل. بالنسبه للخميره هي فين هي، صفيتها نسيت ما صورتهاش، هي صفيتها يعني درتها مع الدقيق. نضيفو نصف كميه ومن بعد نزيدو بشويه بشويه. المهم ما كيكونش خفيف وما كيكونش قاصح. المهم كنستمر حتى كنجمع لي يعني الخليط كله. صافي المهم هانتوما معايا، نتمنى يعجبكم وتوجدوه ان شاء الله. صافي يعني كنستمر حتى كنجمعو. المهم هنا راه دخل لي كيلو دخلته كامل، وغادي نزيد، واللي غادي نزيدو غنقول لكم يعني شحال زيت. صافي من بعد ما جمعتهم، المهم هنايا كتعاد لي شي 150 غرام ديال الدقيق اللي هز لي. المهم 100 غرام الاولى يعني عملتها، وهذه 100
بقات مني غير شي حجم ماشي 150 غرام هكا ديال الدقيق اللي تجمع لي. المهم هنا كنقسموهم على ثلاثة وكنحربلوهم يعني بحال هذه الطريقه هذه حسب الطبق يعني نحطو فيها. صافي هنا قسمناهم على يعني الى أربعة ديال الباكيطات يعني كميرات. صافي هنا غنزيدو شويه ديال الكاكاو وهاديك البيضه اللي خلينا. صافي كندهنوهم الفران يكون مسخن غير شي شويه ما يكونش مسخن بزاف. ولا كان الفران سخون فتحوا عليه شويه يبرد عاد عملوه في الفران باش ما كيترتقش. صافي من بعد ما دهناه دابا نعملو شويه بالفرشيطة صافي من بعد ما طيبناه هي نص طيبه المهم يكون ينشفنا مزيان باش يبقاش يخضر من الداخل. وصافي دابا غادي خليناه يبرد مزيان. دابا غادي نقطعو وندخلو الفرن يتحمر. المهم انا غنقطعو معكم وتشوفوه ما كيتفرتش ما والو. صافي انا بديت غادي غيكون المس يعني ماضي. وصافي كيتفرتت ما والو كيتبقى مقادت. صافي يعني كنستمر حتى كنساليه كله من بعد عنديه الفران يتحمر. كنقصو الفران مزيان وكنخليوه يتحمر ما كنعليوش الفران باش كيتكرمل من الداخل مزيان واخا كيبقى لنا مده طويله ما كيبرد ما والو. صافي غنكمل باش ما يجيش شي فيديو طويل وديك الساعه نرجع معكم ان شاء الله. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالو ونتمنى يعجبكم وتوجدوه. المهم كيجي اقتصادي ما كيديش يعني مواد كثيره. نتمنى توجدوه بالصحه والراحه وتسويش في التعليق واللايك دعم للقناه وشكرا لكم بزاف.